مشاهدينا أهلا بكم. في خطوة إرشادية هامة للحد من الازدحام وعدم ضياع وقت الطلبة، نشرت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي في تويتر فيديو توضيحي للطرق المؤدية إلى جامعة الكويت في الإجدادية، مع تمنياتنا لأبنائنا الطلبة وللجميع السلامة والانتباه في الطريق. على مرتادي الدائر السابع سلك الطريق الرئيسي حتى الوصول والدخول إلى منطقة عبد الله المبارك، ثم واصل بالسير حتى الوصول للدوار الثاني والانعطاف لليمين والدخول من البوابات رقم 6 أو 5. ولمرتادي طريق الدائر السادس باتجاه المسيلة الدخول إلى شارع محمد العفاسي حتى الوصول للدوار والانعطاف إلى اليسار والاتجاه إلى البوابات رقم 6 أو 5. وبإمكانكم استمرار والانعطاف إلى اليمين باتجاه شارع حمود الصباح والدخول من البوابات رقم 3 أو 2. أما لمرتادي الدائر السادس باتجاه الجهراء سلك الطريق الرئيسي وصولا لاستاد جابر ثم الصعود إلى الجسر والاستمرار حتى الوصول إلى البوابات رقم 3 أو 2. وعلى مرتادي الدائر الخامس من الجهتين بإمكانكم الوصول إلى الجامعة عن طريق الانعطاف تحت جسر الأندلس وسلك طريق حمود الصباح حتى الوصول إلى البوابات رقم 3 أو 2.